وقال الرئيس السيسي إن مصر تفخر باستضافتها جامعة سنجور في مدينة الإسكندرية كأحد نماذج التعليم الجامعي المتميز. كما واجه الرئيس السيسي بالاستجابة لمطلب جامعة سنجور بقيامة مصر ببناء مقر جديد للجامعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأفارقة الوافدين. ويحدني الأمل فأن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضيات مساراتنا التنموية وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل، وذلك في ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار، ويعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع، بحيث تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية المنفتحة والعقل المستنير وتتفهم قيمة احترام الآخر